السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم في درس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي مع الوحدة الرابعة الأسبوع الثامن عشر توالد الحيوانات الحصة الأولى ضرورة أنثى وذكر في توالد الحيوانات. La reproduction des animaux nécessité d'une femelle et d'un mâle dans la reproduction animale. الهدف من هذا الدرس أتعرف دور كل من الأنثى والذكر في توالد الحيوانات. Objectif: montrer le rôle de la femelle et du mâle dans la reproduction animale. في هذا الدرس مع الوحدة الجديدة الوحدة الرابعة التي تتحدث عن وحدة توالد الحيوانات في هذه الحصة سنتعرف دور كل من الأنثى والذكر في التوالد عند الحيوانات. ما هي وظيفة الأنثى؟ ما هي وظيفة الذكر في توالد الحيوانات؟ ألاحظوا أنثى سمكة تروتا في يد مربي سمك. إذن في يد مربي سمك هناك سمكة تروتا التي يضع بيضها في إناء. لنقرأ النص. زار علي مركز تربية الأسماك فلاحظ مربي السمك يضغط على بطن أنثى سمك تروتا لإخراج سائل فتساءل عن السبب. إذن علي زار مركزا لتربية الأسماك. في هذا المركز يقومون بتربية الأسماك ويحرصون على توالدها وتكاثرها. فلاحظ أن أحد مربي الأسماك يضغط على بطن الأنثى أنثى سمكة تروتا لكي يخرج منها سائل. فتساءل علي عن سبب هذا العمل الذي يقوم به هذا المربي. أكتب سؤالي وفرضياتي في دفتر التقصي. أتساءل ما دور الذكر والأنثى في توالد الحيوانات؟ ما هي وظيفة الذكر؟ وما هي وظيفة الأنثى في توالد الحيوانات؟ أفترض كافتراض أولي ربما دور الذكر هو إنتاج حيوانات منوية والأنثى إنتاج البويضات. لنتابع الدرس. أتحقق Je vérifie. قام الباحث سبالانزاني بتجارب ليبرز دور الأنثى والذكر أثناء التزاوج وحصل على النتائج التالية. لنلاحظ الوثيقة رقم واحد وهي عبارة عن تجارب قام بها باحث وعالم اسمه سبالانزاني لكي يثبت دور كل من الأنثى والذكر أثناء التزاوج. مناولة الباحث. إذن في بادئ الأمر صنع سبالانزاني سروالا غير نفوذ وألبسه لذكر بالغ ووضعه في مماه مع أنثى في فترة التوالد. إذن ماذا قام في بادئ الأمر؟ قام بصنع سروال غير نفوذ وألبسه لذكر ضفدع ووضعه مع أنثى ضفدع في فترة التوالد. فكانت نتيجة هذه المناولة أنه تم التزاوج بين الضفدعين. فطرحت الأنثى كريات. قامت الأنثى بطرح كريات. في التجربة الموالية أزال السروال الذكري. وعندما أزاله كانت نتيجة المناولة لاحظ وجود سائل لزج داخل السروال. ثم قام برش سائل السروال على جزء من الكريات الأنثى. إذن قام برش السائل الذي كان في سروال ذكر الضفدع على الكريات التي قامت الأنثى بطرحها.
فكانت نتيجة المناولة أنها تحولت الكريات إلى شراغيف، شراغيف هي صغار الضفدع. بينما عاد مرش باقي كريات الأنثى بالسائل الذكري، كانت نتيجة المناولة عدم تحول الكريات إلى شراغيف. إذن أخذ بعض الكريات ورش عليها السائل الذي كان في سروال الذكر، فتحولت إلى شراغيف، إلى صغار الضفادع، بينما الجزء الآخر لم يقم برش السائل الذي كان في السروال على هذه الكريات. فكانت نتيجة التجربة عدم تحول الكريات إلى شراغيف. ثم تزاوج عادي بدون سروال، تحول الكريات إلى شراغيف. إذن سنكتب الاستنتاج من هذه التجربة. ماذا استنتجنا من انطلاقا من هذه التجارب التي قام بها هذا الباحث سبالانزاني؟ إذن كاستنتاج يمكن أن نستنتج، أثناء التزاوج تطرح الأنثى الكريات ويطرح الذكر السائل لكي نحصل على شراغيف. إذن الأنثى تطرح عند التزاوج، الأنثى تطرح كريات وهي عبارة عن بويضات، والذكر يطرح السائل سائلا منوي، فيمزج هذا السائل مع الكريات أو البويضات التي طرحتها الأنثى، فيتحول المزيج إلى شراغيف، إلى ضفادع صغار. الوثيقة 2 تبين لنا صور مجهرية لبويضات وحيوان منوي لضفدع. البويضات التي تطرحها الأنثى والحيوان المنوي الذي يطرحه الذكر. الوثيقة 3 يلاحظ مربو الدجاج أن بيضها لا يفقس إذا كان معزولا عن الديك، بينما يعطي كتاكيت إذا تم التزاوج. أحلل ملاحظة مربي الدجاج في الوثيقة 3 ونتائج تجارب الوثيقة 1 وأستنتج. أفسر نتائج هذه التجارب الوثيقتان 1 و 2، علما أنه بفضل المجهر تبين أن كريات الأنثى عبارة عن بويضات، وأن سائل الذكر غني بحيوانات منوية. صورة الوثيقة 2. إذن ماذا يمكن أن نفسر أو كاستنتاج لكي يحدث التزاوج؟ تطرح الأنثى البويضات ويطرح الذكر السائل المنوي، ثم يمتزجان لكي يحدث الإخصاب. أستخلص، أدون استنتاجاتي في دفتر التقصي. يتطلب توالد الحيوانات تواجد كل من الأنثى والذكر. تضع الأنثى بويضات تتحول إلى بيضة حينما تمتزج بسائل الذكر الذي يحتوي على حيوانات منوية. يسمى اتحاد بويضة بحيوان منوي إخصابا. Je retiens, la reproduction animale nécessite la présence d'une femelle qui produit des ovules. L'ovule se transforme en œuf s'il est mélangé au spermatozoïde du mâle. L'union d'un ovule avec un spermatozoïde s'appelle la fécondation. إذن في هذا الدرس قد تعرفنا على دور كل من الأنثى والذكر. الأنثى تنتج البويضات، والذكر ينتج السائل المنوي الغنية بالحيوانات المنوية. عند الإخصاب، الإخصاب ما هو الإخصاب؟ وهو اتحاد بويضة بحيوان منوي، تعطينا بيضة.
أطبق. جابليك. أولاً، أكتب نعم أو لا. تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي، هل نعم أم لا؟ تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي، لا. تحول البويضة لبيضة يحتاج بالضرورة إلى وجود حيوان منوي. ثانيا، اقترح تلميذ الفرضية التالية: للحصول على بيضة قادرة على أن تعطي جنينا، يصبح التزاوج ضروريا. ما التساؤل الذي انطلق منه هذا التلميذ لاقتراح هذه الفرضية في نظرك؟ إذا هذا التلميذ قام بافتراض فرضية. ما هو التساؤل الذي طرحه أو الذي كان مطروحا لكي يقدم هذا التلميذ هذه الفرضية التالية: للحصول على بيضة قادرة على أن تعطي جنينا، يصبح التزاوج ضروريا. لأن التساؤل الذي انطلق منه هذا التلميذ لاقتراح هذه الفرضية هو: كيف يمكن الحصول على بيضة قادرة على أن تعطي جنينا؟ إذا ستكون الفرضية هي التي قدمها هذا التلميذ، وهي: للحصول على بيضة قادرة على أن تعطي جنينا، يصبح التزاوج ضروريا. Exercice 3. J'écris une phrase correcte en utilisant les mots suivants. سأكتب جملة صحيحة باستعمال هذه الكلمات التالية: La fécondation, spermatozoïde, l'union, ovule, et d'un. La fécondation, الإخصاب, spermatozoïde, الحيوانات المنوية, لونيون اتحاد، أوفيل بويضة. La fécondation est l'union d'un ovule et d'un spermatozoïde. الإخصاب هو اتحاد بويضة وحيوان منوي. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.